السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الجديد العاجل تحديدا مع زدين أوناحي وقرب انتقاله لنادي نابولي، وأيضا جديد اللاعب أمل لح سليم زائد ياسين بونو ويوسف نصيري، والكلام أيضا غادي يكون على موني الحدادي. المهم كالعادة كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد. والبدايه غادي تكون سريعه جدا مع موني الحدادي اللي سجل البارحه هدفين مع نادي خطافي. مبدئيا بدا المباراه كاساسي ضد ليفانتي واللي كانت برسم منافسات كاس الملك. المهم قصه الهدف الاول كانت بالتحديد في الدقيقه 34، وكما كتشوفوا هنا المغربي الحدادي منير وهو يتبربص بين المدافعين لايجاد الثغره والهروب من المراقبه طبعا، واللي فعليا في اخر المطاف توصل بالعرضيه اللي اختمها براسيه ثم الجول اللي اوتوماتيكيا عطى به الاسبقيه لنادي ليفانتي. اما الهدف الثاني فصراحه ما فيهش تفاصيل كثيرة جدا، فقط كان خطأ كارثي من دفاعات الخصم واللي كانوا ما قادرينش يدقاجوا الكرة، واللي وصلت في الاخر بسهولة وسلاسة للاعب منير اللي هاد الاخير نزل عليه بالرجل اليسرى بوم جول في الدقيقة 56 من زمن الشوط الثاني. وطبعا القاسم المشترك بين الهدفين هي سوء المراقبة من دفاعات الخصم واللي دفعوا عليه الثمن كاش، ولكن في المقابل الاهداف اللي سجلها موني الحدادي ما كانتش كافية بتاتا باش يربحوا الماتش اللي سالف الاخير بخسارة خطافي بثلاثة اهداف لهدفين. المهم الحدادي منير لعب 73 دقيقة وتحصل على تقييم 8.6 كأحسن تقييم في المباراة. اما عن مغاربه اشبيليا فالمدرب الارجنتيني خورخي سامباولي كان طلع في المؤتمر الصحفي قبل مباراه اليوم وسولوه الصحفيين عن امكانيه انتقال الدوله المغربيه ياسين بونو اللي حاليا مهتمين به العديد من الانديه في اوروبا كمانشستر يونايتد. وسامباولي ايضا هضر على المهاجم يوسف نصيري بطريقه غير مباشره. المهم نبداو اولا مع بونو والكلام اللي قالوا عليه المدرب سامباولي واللي بارطاجاه موقع استاديو ديبورتيفو واللي كان كالتالي: انه امر مزعج ان هناك حديث عن رحيل بونو، ولكنه يمنحني ايضا الفرصه لبناء شيء جديد. كرة القدم هي شركة كبيرة جدا والاندية بحاجة الى هذا النوع من السوق للعمل على المستوى العالي. يعني الكلام ديال المدرب راه واضح جدا، بمعنى لك الرحيل ياسين بونو غادي يستافد منه النادي الاندلسي بمبلغ مالي كبير اللي من شأنه يساعد على ابرام المزيد من الصفقات في الانتقالات الشتوية الحالية او حتى في الصيف القادم، فلا مانع في ذلك عند المدرب خورخي سامباولي اللي هذا الاخر الاولوية عنده حاليا هي اعادة بناء فريق اشبيليا. وايضا المدرب سامباولي بنفسه صرح وقال بالحرف انه طلب من المدير الرياضي للنادي باش يتعاقد مع مهاجم كيسجل 20 هدف في الموسم الواحد. وهنا اوتوماتيكيا غادي تعرف بان خورخي سامباولي ما مقتنعش بالمغربي يوسف نصيري، ولكن من بعد 3 اهداف اللي سجلهم المغربي في مباراه اليوم يمكن الامور تتغير والله اعلم. وعلى ذكر اهداف نصيري باقين غادي نهضروا عليهم في الفيديو القادم بالتفصيل. المهم باختصار هذه هي وضعيه مغاربه اشبيليه لحدود هذه اللحظه، ومغادره ثنائي هي مساله وقت ليس الا، ولا ما كانش في هذه الانتقالات الشتويه ف100% غادي يغادروا النادي في الصيف المقبل. والان دوزوا مباشره الى سليم املاح واللي كما عارفين يعاني الامر راي مع نادي ستاندرد رياج، وهذا الجزئيه هضرنا عليها مرارا وتكرارا. المهم خليونا الان مع الجديد فقط. مبدئيا هذه 4 ايام كنت بارطاجيت معكم هذا الخبر بالضبط واللي كيقول ان نادي نوتنغهام فورست مهتم باللاعب المغربي وباغين يتعاقدوا معاه، وان اداره النادي البلجيكي حتى هما باغين يبيعوا اللاعب باش ما يمشيش بالمجان في الصيف المقبل ويستافدوا منه ماليا وما الى ذلك. الجديد اليوم وحسب صحيفه سيد انفو البلجيكيه قالوا بان المغربي سليم املاح مازال كينتظر من نوتنغهام باش يتقدموا بعرض رسمي الى نادي ستاندرد رياج. يعني النادي الانجليزي حد الان مازال ما دار حتى شي خطوه ملموسه لحدود هذه اللحظه. ونفس المصدر قالوا ان المغربي كيحظى في الوقت الحالي كذلك باهتمام نادي نيوكاسل يونايتد وفالنسيا الاسباني، غير انهما لا يزال بدورهما لم يتقدم باي عرض. وبين قوسين المغربي حاليا مازال ما رجعش للتدريب نهائيا بحيث استفاد من اسبوع اضافي من الراحه بعد العوده من نهائيات كاس العالم. اما بخصوص أوناحي عز الدين فحسب قناه تي واي سي سبورت الارجنتينيه بتاريخ اليوم طبعا قالوا بان المغربي عز الدين على بعد خطوه واحده من التوقيع لنادي نابولي، وصفقه انتقاله صوب النادي الايطالي هي 20 مليون يورو. وحسب نفس المصدر دائما قالوا بان نابولي بعد ما غادي يوقع العقد ديالو مع اللاعب غادي يتم اعارته لنادي اونجي او لنادي اخر حتى نهايه هذا الموسم، لان أوناحي كما عارفين حاليا ما عندوش جواز سفر اوروبي لذلك ما يقدرش يلعب حاليا مع نابولي حتى الصيف القادم. بل اكثر من هذا حتى موقع في شخص اليوم اكدوا هذا الخبر على ان نابولي حاليا مستعد باش يدفع 20 مليون يورو من اجل التعاقد مع عز الدين أوناحي. وحتى صحيفه ماركا الاسبانيه بارطاجوا هذا الخبر ولكن على لسان موقع في شخص. يعني باختصار حسب ما يروج حاليا في الصحافه العالميه فالمغربي أوناحي عز الدين قريب جدا من نادي نابولي، وكنزيد ناكد حتى الان مازال ما كاينه شي حاجه رسميه لحدود هذه اللحظه مادام ما خرج شي تاكيد من النادي او اللاعب نفسه. وللمعلومه عز الدين أوناحي حاليا
الجزائر راه مصاب، وهذا الشيء حسب تصريح المدرب المؤقت لنادي أونجي اللي هو بوحزام عبد العزيز، واللي قال ان أوناحي يعاني من اصابه على مستوى الكاحل، وحد الان ما عارفينش بالضبط شنو النوعيه ديال هذه الاصابه ولا حتى موعد عودته للملاعب. على العموم كنتمنوا كل التوفيق لجميع المحترفين المغاربه، وان شاء الله غادي نشوفوا شي انتقالات في المستوى العالي باذن الله، فقط تفائلوا خيرا تجدوا. وفي الختام كيبقى راي ديالكم، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.